اليوم راح نتحدث عن مكمل غذائي اللي هو الفيتامين سي. طبعا كلنا بنعرف اهميه المكملات الغذائيه وفائدتها للجسم. بدايه الفيتامين سي له اسم علمي اسمه الاسكوربيك اسيد، وبيوجد منه اشكال صيدلانيه مثل الحبوب والكبسولات والحبيبات والاقراص، اقراص المضغ واقراص الفوار، وعلى عيارات 50 ملغ و1000 ملغ. جرعته اليوميه للرجال 90 ملغ في اليوم، وللنساء 75 ملغ في اليوم، وللحامل 85 ملغ في اليوم، وممنوع تتجاوز الجرعه عن 2000 ملغ يوميا، وايضا للمرضع 120 ملغ يوميا، ويعتبر امن للحامل وللمرضع. لو اجينا نحكي عن كيفيه عمل هذا الفيتامين، طبعا هذا الفيتامين ضروري جدا لتكوين الكولاجين وعلاج الانسجه، وبيشتغل ايضا كمضاد للاكسده، وبيدخل فيه مسارات ايضيه مهمه جدا مسؤوله عن تصنيع الكاتيكولامينز والكارنيتين والاسترويدز، وايضا بيلعب دور في تحويل الفوليك اسيد الى فولينيك اسيد زي ما احنا شايفين في تركيبه السوبر اي. موجود عندنا هان الفيتامين سي ووجود الفوليك اسيد عشان يحوله لفولينيك اسيد اللي هو الاكتيف فورم من الفوليك اسيد، وايضا موجود عندنا في الايرون بلس هون زي ما هو موجود فيتامين سي بوجود اللي هو الفوليك اسيد. ايضا على شكل فيتامين سي بوجود الزنك، تمام، لانه بيلعب دور ايضا في المناعه. بالمناسبه الزنك بيلعب دور كبير كزيم مساعد ككوفاكتور لميت انزيم، وبيلعب دور اساسي في تصنيع الدي ان اي، وبحفز ايضا الجهاز المناعي، وبساعد على ايضا في تقويه حاسه الشم والتذوق، وبساعد ايضا في حساسيه الانسولين. طبعا هناك اعراض نقص فيتامين سي، واحد اللي هو تباطؤ في التئام الجروح، اثنين نزيف في اللثه او في الانف او الكدمات اللي بتعرض لها الشخص، ثلاثه جفاف في البشره، أربعة اعياء وتعب، خمسه ضعف المناعه، وسادسا اللي هو مرض الاسقربوط هو السكيرفي. طبعا اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعمونا بلايك وفولو، واذا كان عندكم اي استفسار بامكانكم التعليق في التعليقات، وشكرا لكم.